ما المدارس دي اتعملت الابتدائي والاعدادي والثانوي اتعملوا، يعني انا دخلت اولى ثانوي كانت معموله الثانويه اللي هي اسمها حاليا مدرسه محمود صقر الثانويه بهنا، دي اتعملت. احنا مأجرينهم طبعا، وبتاع الهيئه الامنيه التعليميه عارفه هذا الكلام طبعا، انا معاش في الهيئه الامنيه التعليميه. احنا مع يعني كانت نقلت الناس نقله، هي بلد ما فيهاش زراعه مزارعين، مفيش حاجه تانيه، فلا بد انه كان